السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، يريدنا أحيانا أسئلة من هذا النمط. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazınız. أي أولا يجب عليكم أن تخمنوا تخمين تخمينين أي تخمينكم أنتم عن معاني هذه الكلمات التي مرت في نص سابق، وثم يجب علينا استخراج هذه الكلمات من المعجم سوزلوكتين، أي من المعجم يجب أن نستخرج معنى الكلمة من المعجم ونكتب المعنى هنا، ثم نطابق بين تخميننا وبين المعنى الحقيقي للكلمة. وغالبا ترد كلمات غريبة غير مستخدمة كهذه الكلمة جمره لاشماك ديلنمك دومور دومور تامبورا بويلانماك وغيرها. ويمكن أن يرد أيضا سؤال على الشكل التالي: بو كلمة لري سوزلوك anlamına bakarak gerçek anlamıyla birer cümlede kullanınız. أي يجب أن نستخرج معنى الكلمات التي تحتها خط ثم نستخدمها في جملة مفيدة. تاتل كلمة معروفة يعني وجميعنا نعرف معناها، ولكن تستخدم بعدة معاني، ولذا وهنا المطلوب المعنى الحقيقي gerçek anlam المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ونضعها في جملة مفيدة. أيضا في هذا التمرين المطلوب كما السابق تماما aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamını metin bağlamında tahmin ediniz. Daha sonra tahmininizin doğruluğu sözlük anlamına bakarak kontrol ediniz. أي يجب أن نخمن معنى هذه الكلمة كونج شوسون سعادت هول، ثم نكتب ما خمنناه نحن عن معناها هنا ونبحث في المعجم سوزلوك انلامي ونكتبه هنا، ثم نقارن بين تخميننا للكلمة والمعنى الحقيقي للكلمة. طبعا يجب أن يكون لدينا معجم تركجة تركجة، أي يشرح معاني كلمات التركية باللغة التركية لاستخراج معاني هذه الكلمات الغريبة، ولكن أنا سأقدم لكم طريقة بسيطة جدا للحصول على معنى أي كلمة بسهولة وبدون عناء وبدون شراء معجم أيضا. نذهب إلى هواتفنا النقالة وندخل إلى جوجل بلاي ستور لتحميل تطبيق ونكتب تركتشي سوزلوك، هذا تركتشي سوزلوك، ونقوم بتحميل هذا البرنامج الجميل جدا. بعد الانتهاء من التحميل نقوم بفتح البرنامج. الآن نكتب هنا الكلمة التي نريد الحصول على معناها كما مر معنا منذ قليل. لنأخذ مثلا كلمة جمراه جمراه جمراه، هي كلمة فارسية الأصل، يعطينا هنا أصل الكلمة وهي صفة ومعناها سو ساتش ses gibi bir yerden çıkan şeyler için bol, sık, çok, gür. هذه كلها معاني هذه الكلمة، أي معنى الكلمة باللغة العربية أنها وارفة، وارفة الظلال أو كثيفة، وهي تطلق على بول كثير، سك أيضا كثير، چوك كثير، gür كثير أو مدغن. وهنا إذا طلب منا استخدام هذه الكلمة في جملة فلدينا هنا örnek cümleler، مثال عن هذه الكلمة مستخدمة ضمن جملة معينة. إذا أخذنا كلمة dinlenmek 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 معنى هذه الكلمة çocuk konuşmaya başlamak، أي بدأ الطفل بالتكلم. جذر الكلمة ديل وهو اللسان،
أي عندما يبدأ الطفل الصغير بالكلام يقال عنه أنه ديلانيور. ونلاحظ هنا أن لديها معنيين إضافيين، وجميع المعاني مرتبطة بمعنى البدء في الكلام، وكل معنى هناك مثال جملة عليه. الآن إذا أخذنا كلمة طاطلة، نلاحظ طاطلة هي صفة بمعنى شكرت دونا أولان، أي كل ما له طعم السكر الحلو يعني. وأرنك جملة، وهنا أجو أول مايان إيجابيلين يعني لبيلين، أي أنه ليس مرا ويمكن شربه وتجديده كطاطلسو الماء الحلو العذب، وطاطلس الأطلق الخيار الحلو أيضا أي غير مر. وتستخدم بمعنى مجازي إنسان تشيكين أي ما يجذب الإنسان، جوزا قلعا هوش جيلين أي ما يكون جيدا بالنسبة لمن يراه ومن يسمعه، راحات لنان مريح، دين لندرين أيضا بمعنى مريح، سيفيندرين أي محبوب. أرنك جملالار، هنا هاتين الجملتين جاءت فيهما كلمة طاطلة بالمعنى المجازي، ويمكن استخدامها كاسم وكظرف. لنأخذ كلمة أخرى غريبة وغير مستخدمة ككلمة كونج. ما معنى كلمة كونج؟ أياجيلين شيلرد أياك بليندن بالدرا دورو أولان بولوم، وهو نوع من الجوارب الطويلة التي إذا لبسها الإنسان وصلت إلى منتصف كاحله أو نهاية الكاحل. وهنا لدينا أمثلة عنها، جوراب كونجو أي كجورب، وتشيزما كونجو أي كحذاء. إذا أخذنا كلمة ذات أصل عربي ككلمة سادت، سادت عربشا أي أصل الكلمة عربي، وهي اسم ومعناه مطلولوك أي السعادة، أنغولوك موتكوت كله بمعنى السعادة والفرح والاحتفال. ولدينا هنا جملة مثال عن هذه الكلمة. أي كلمة نريد البحث عنها نستطيع أن نحصل من خلال هذا التطبيق على مرادفات لهذه الكلمة وعلى جمل كأمثلة عن هذه الكلمة. ولدينا هنا في هذا القسم كل الكلمات القريبة والمتشابهة لهذه الكلمة، سادت لا سادت لو ساعات. إذن هو تطبيق جميل وخفيف على الهاتف، حجمه صغير ومفيد جدا لجميع طلاب المدارس. بشكل عام المعجم يجب أن يكون صديق الطالب، وهذا المعجم الإلكتروني يسهل عليكم كثيرا على استخراج معاني الكلمات وتركيبها في جمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.